تحويل التسجيل الصوتي إلى ملف مكتوب مجانا وباستخدام الذكاء الاصطناعي وبكل سهولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص والعيد خلص، وانا الصراحة بعتذر لكم جدا عن التأخير اللي حصل الفترة اللي فاتت، معلش حقكم عليا. شكرا جدا لكل الناس اللي اشتركت على القناة واللي دعموني باللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت يدعموني كمان الفيديو ده بلايك شير سبسكرايب تعليق حلو كده، وان شاء الله هظهر احلى 3 تعليقات الفيديو الجاي. بمناسبة ان العيد خلص، معنى كده ان الامتحانات قربت وامتحانات الثانوية العامة كمان قربت. كتير مننا بيبقى مسجل المحاضرات او الحصص بتاعته كورد صوتي على الموبايل، او متحملانه حصة نازلانه فيديو، وبيكون عايز يعني يكتب الملاحظات اللي بيقولها الاستاذ، او يكتب ان المحاضرة دي كلها يفرغها بحيث ان هو يقدر يذاكرها في اي وقت هو يحتاجه، او يطبعها، او يعمل بيها حاجات كتير. ولكن للأسف دي عملية بتاخد وقت ومجهود جبار. يعني لو عندك مثلا 6 محاضرات او 7 محاضرات في 9 مواد، فدي حاجة هتطول معاك جدا. في فيديو النهاردة جبت لك تقنية مجانية تماما بتستخدم الذكاء الاصطناعي، وهتحول لك اي ملف صوتي عندك وكمان ملف فيديو لملف مكتوب قدامك، تقدر تطبعه وتقدر تبعته وتقدر تحتفظ بيه زي ما هو، تذاكره، تقدر تعمل بيه حاجات كتيرة جدا. تابع معايا للاخر علشان تعرف ايه هي الطريقة. على سبيل المثال معانا ملف زي ده، تسجيل صوتي زي ده، نسمعه مع بعض كده. لايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا ليكم. زي ما سمعتوا كده يا شباب، ملف تسجيل صوتي انا عملته قبل بداية التسجيل الفيديو ده عشان نشرح عليه مع بعض. طيب ايه هي الطريقة؟ هنتفرج على الطريقة سوا دلوقتي. الطريقة بكل بساطة هي عن طريق تطبيق مايكروسوفت 365 اللي بيكون مجاني تماما، هتكون باستخدام الوورد، ولكن النسخة الاونلاين مش النسخة اللي هي متثبتة على الكمبيوتر او الديفولت. ندخل على الموقع ده ازاي؟ بمنتهى البساطة هتكتب في البحث وورد اوفيس 365، هيدخلك على الصفحة دي. هسيب لك كل اللينكات المستخدمة في اخر الفيديو تحت. بمنتهى البساطة هتختار، بمنتهى البساطة هتلاقي التطبيقات بتاعت اوفيس 365 او تطبيقات الاوفيس كلها هنا. هتختار من نوع من وورد بالشكل ده، وبعدين هتيجي هنا عند مستند فارغ هتختارها. هنستنى مع بعض تحمل. زي ما انتوا شايفين كده فتح معانا صفحة وورد العادية اللي بتفتح مع كل الناس، ما فيهاش فيها اي مشكلة. وزي ما انتوا شايفين فتح معايا صفحة وورد عادية جدا زي اللي بتفتح معانا كلنا، ما فيش فيها اي مشكلة، يعني مش هتختلف كتير عن الوورد اللي احنا نعرفه. طيب فين بقى خاصية تحويل الملف الصوتي لملف مكتوب؟ شايفين علامة المايك دي؟ هتيجي تقف عليها كده وتدوس على السهم ده زي ما انتوا شايفين، هيطلع لك اختيارين. الاختيار الاول وهو ديتكت، لو دوسنا عليه بالشكل ده، تعالوا نشوف مع بعض هيعمل ايه. تون وناو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين دي خاصية الكتابة الصوتية، كل ما هتقول كلام كل ما هيكتبولك. لو حبيت طبعا تغير اللغة تقدر تيجي من العلامة دي تختار اللغة اللي انت عايزها. اهو مثلا نختار اللغة العربية، نختار اللغة العربية مع بعض اهو Arabic Egypt، ونقول له سيف. نيجي نكتب تاني كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهو زي ما انتوا شايفين كتب. زي ما انتوا شايفين كتب بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كل ما اتكلم كل ما هيكتب. ودي كانت اول ميزة حلوة جدا من وورد معانا، لكن احنا مش جايين عشان كده، احنا عايزين نحول ملف صوتي او ملف متسجل عندنا بالفعل تسجيل صوتي لملف مكتوب زي اللي اتعمل ده. نفس المكان اللي هو ديتكت هندوس على السهم اللي تحت كده. احنا اخترنا الاول ديتكت، احنا هنختار المرة دي ترانسكريبت. ترانسكريبت هنختارها كده زي ما انتوا شايفين اهو. هتختار اللغة بتاعة الملف، هنقول عربيك ايجيبت برضو، وهنختار ابلود اوديو بالشكل ده مع بعض. هنيجي على المكان اللي احنا حافظين فيه التسجيل بتاعنا، هحطه على الديسكتوب، هختاره كده وهقول له اوبن.
هيترفع معانا الملف بالشكل ده على الوورد. استنوا كده مع بعض، اهو زي ما انتوا شايفين ده الملف بتاعنا اللي اتكتب. عايزين اهو اسمعوا كده، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان نوصلكم ونفسيتنا، وشكرا ليكم. طيب احنا دلوقتي عايزين نحطه على الصفحة دي، هتيجي هنا عند Add to Document، تدوس عليها بالشكل ده، هتختار Just Text بالشكل ده كده، وتحذف دول أو زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين يا شباب كده الخط اتعمل معانا والتسجيل اتعمل معانا. وبس كده يا شباب، ده كان موضوع فيديو النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تكتبوني تحت عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه في الكومنتات، وتقولوا لنا رأيكم في الفيديو. سلام عليكم.